بحضور رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم والممثلة الأممية وعدد من المسؤولين والسفراء والقناصل، وبتنظيم دقيق ومهيب بكل تفاصيله، شهدت الجامعة الأمريكية الكردستانية في دهوك مراسيم تخرج طلبتها للدفعة الرابعة. اليوم استطعنا أن نخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة الأمريكية على يد نخبة من الأساتذة المهرة في اختصاصات علمية عالية. نهنئ الخريجين على تفوقهم ونأمل أن يكون حافزا لهم ليصبحوا روادا في خدمة المجتمع. استهل الحفل هذا كلمات للشخصيات المشاركة وتكريم الطلبة المتفوقين وسط فرحتهم بالتخرج في هذا الصرح العلمي الكبير وآمالهم وطموحهم نحو مستقبل مشرق وأكثر إبداعا. إن شعور اليوم في غاية الفرحة لوصولي إلى هذا المستوى. صحيح أننا تعبنا كثيرا، لكن الحمد لله تفوقنا، وأشكر كل أساتذتي لأنهم تعبوا معنا أيضا ولم يبخلوا بشيء إلا وقدموه لنا. أنا سعيد بتخرج اليوم وسعيد بحضور عائلتي وأصدقائي إلى هذا الحفل. إنه يوم تاريخي بالنسبة لي لأنني تخرجت وحصلت على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات. الجامعة الأمريكية الكردستانية في دهوك صرح علمي يضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة حضاريا وعلميا، وتضم كليات وأقساما متعددة. بحضور رسمي كردستاني وعراقي كبير، تخرج 145 طالبا من الجامعة الأمريكية في دهوك وسط دعوات نحو مستقبل مشرق. لقناة زاجروز الفضائية بوارتاخاز دهوك.